وقت جانا مهندس هنا وقت جانا قال لي ما نوريك من البير وي قلت له وي قال لي غادي قال لي هي البلاصه هذه كل هنا قال لي من نعمل جبدها جاي حقنا والحقنا زي زي مجلس ليكم من المعنى حتى كده في دير رويكم وعنا قبل شيء بيرحم معصاب شوي قال لي هندن في البلاصه دي يا ودي برنا خذوا راي مهندس قال لها هندن في البلاصه دي غير شو اخترنا فيه خلاص